السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. سؤال يا شيخنا بخصوص صلاة الجمعة. ايوه. في آخر الصلاة والإمام بيدعي وإحنا بنأمن على نعم. في آخر الصلاة في آخر في آخر الخطبة. في آخر الخطبة الإمام بيدعي وإحنا بنأمن على الدعاء، نعم. وضع إيدي يبقى إزاي؟ أرفع أي شيء، أسترفع ارفع، أتقول لا ترفع لا ترفع. يعني أرفع صباعي كده ولا أرفع إيدي أكني بدعي؟ الله، ارفع يديك، يمد يديه الى السماء، يا ربي يا ربي. ايه المشكله يعني؟ قل يا رب. عشان قريت ان هو لا، ده انت اللي قريته. ان صحابي يقال له عمارة بن رؤيبة، رأى احد امراء بني امية يدعو على المنبر رافعا يديه، قال: قطع الله هاتين اليدين القصيرتين، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لا يزيد على أن يشير بإصبعه. هذا أولا فهم عمارة بن رؤيبة، لم ينهى النبي. وكما قال بعض العلماء: أحيانا أشير بإصبعي في الخطبة، مثلا قل أنت الرزاق ارزقنا، لكن إذا قلت أنت الرزاق ارزقنا ما في مانع. الرسول في صلاة الاستسقاء رفع يديه على المنبر حتى رؤي بياض إبطيه، فهمت؟ وفي الحديث أن النبي أيضا يوم بدر رفع يديه حتى سقط الرداء عن منكبيه، فهم كلامي؟ فالأمر فيه سعة، ما فيش أي نهي أبدا ولا أي أمر. لكن من ناحية مبدأ الدعاء، الدعاء مستحب في هذا الوقت. من العلماء من يقول إنها الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، بناء على حديث في صحيح مسلم عن رسول الله من حديث أبي موسى الأشعري، ولكن هذا الحديث به علة معلول، لكنه قول من الأقوال، فالأمر فيه سعة. شكرا شيخنا، الله يسلمك.